بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك كتابه. تجاوزنا عصر الاعلام الابيض والاعلام الاحمر الى الاعلام الاهلي. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك واعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك كتابه، الحلقه التي تحمل الرقم 534، فيها نحاول استجلاء الصوره والاحتفاء بالأيقونة. الجزء الأولاني من حلقتنا هيكون محاولات كتيرة لاستجلاء الصورة في بعض الملامح أو بعض النقاط المهمة جدا، لكن الجزء الثاني منها هيكون حوار مهم جدا مع أيقونة أهلوية من المؤكد أن حضراتكم بتحبوها. تجاوزنا إلى إيه؟ إلى وقت ليس ببعيد كان يتكلموا كله أعلام الأحمر والاعلام الابيض. طبعا الاعلام الاحمر دي بالونه المفروض ينفخوا فيها عشان تتمرر خطه يعني زملكه كل الاعلام، 80% من الاعلام. ولو قلناهم بالاسم النهارده الموضوع بقى يعني خلاص يعني تجاوز الارقام دي كمان. حول اعلام الاهلي الخاص لا، كان في هيبقى انفراد، ما كانش هيبقى في حد بيقول كلمة حق في حق النادي الأهلي تقريبا يعني. لأن ما يحدث الناس بتبقى عارفة الحقيقة. أستاذ إبراهيم، ما بنفتحش بقنا إلا الكلام ما يتحور ويجتزأ ويتاخد في سكة تانية للإضرار بالأهلي والوقيعة بيننا وبين مثلا لعيب، بيننا وبين إداري، بيننا كده على طول، بيننا وبين شخصية عامة. وتكررت وده اللي كان قلقني من 7-8 سنين ونبهت عليه، لكن لم يعني اللي حصل ما ادركناش الخطر غير طيب في جزء